بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. أنا سعيد أن أقدم لكم هذا العرض الدرامي عن قصة الأرشيدياكون حبيب جرجس اللي اعترف به المجمع المقدس كقديس في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية في يونيو 2013. الحقيقة الاهتمام بهذا القديس وبسيرته وبأثره وأنه كان بالحقيقة نور وسط ظلام. القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس له سيرة عطرة وله تاريخ مشرف، وبنفرح وإحنا بنحتفل بمئوية مدارس الأحد في هذا العام 2018 أن يسلط الضوء على شخصيته، على سيرته، على أعماله، وعلى اهتمامه، وعلى أنه كان صاحب البذرة الأولى في خدمة مدارس الأحد على مستوى التاريخ اللي بنحتفل بمئة سنة هذا العام على مرور. فريق مسرحي في كنيسة السيدة مريم العذراء في مهمشة بالقاهرة، وتحت رعاية نيافة الحبر الجليل أنبا مارتيروس. والفريق ده من شباب وشابات سموا نفسهم فريق حبيب جرجس، وأدوا عرض مسرحي رائع عن هذه السيرة العطرة، وابتدوا يستخدموا هذا العرض ويحولوه إلى عمل درامي. والحقيقة هي تجربة ناجحة، وكتير اتكلموا عليها، وكتير حبوا يشوفوها غير بعد ما شافوها في العرض المسرحي. وواضح إن الكنيسة اللي طلع منها حبيب جرجس واللي نشأ فيها واللي خدم فيها بعد كده، إن يكون من ولاده من أحفاده هؤلاء الشباب والشابات اللي اهتموا بهذا العرض. العرض ده من تأليف أشرف عبده وإخراج صافي رأفت، وياهم مجموعة كبيرة من الممثلين والفنيين والإداريين عشان العمل ده يكون متكامل. أنا بحييهم وبشكرهم، وبطلب إن يكون العرض ده سبب في إنه يتواجد عندنا في هذا الزمان أكتر من حبيب جرجس، ويكون نوع من التجديد ونوع من التطوير ونوع من الإبداع في خدمة مدارس الأحد. بالبركة يعرضوا العرض ده وتفرحوا بيه، ونفرح بكنيستنا الحية كأم وولود بتلد باستمرار قامات روحية ومؤثرة في تاريخنا وفي حياتنا. ربنا يحفظكم ويبارك في حياتكم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. باسم الآب والابن والروح القدس لان واحد آمين. بنقدم إليكم فيلم الأرشيدياكون حبيب جرجس. وكان هذا الفيلم مسبقا عبارة عن مسرحية قدمت على خشبة المسرح بالكاتدرائية بالأنبا رويس العباسية. كتابة هذا الفيلم للأستاذ أشرف عبده، وأيضا إخراج مدام صافي رأفت، وبطولة ابننا مايكل رأفت، وأيضا بطولة الأستاذ أيمن أمير. الحقيقة إحنا كنيسة العذراء مهمشة بنسعد كثيرا وبنأخذ بركة كبيرة من وجود جسد الأرشيدياكون حبيب جرجس في كنيستنا هنا. وكنيسة العذراء مهمشة معروفة لدى الكثيرين، فهي بجوار نفق أحمد بدوي، وتطل على كوبري 6 أكتوبر بجوار رمسيس. الأرشيدياكون حبيب جرجس هو صاحب هذه الأرض وصاحب هذه الكنيسة، وهو اللي بنى الكنيسة وبنى المكان هنا ليكون مقرا للإكليريكية وأنشطة مدارس الأحد سابقا منذ عام 1901، وخدم في هذا المكان وظل مدير للإكليريكية ومشرف على اللجنة العليا لمدارس الأحد طيلة 50 عام متواصلة. ومعروف أن هو اتولد سنة 1876، وتربى روحيا وتتلمذ على يد البابا كيرلس الخامس. الأرشيدياكون حبيب جرجس جسده موجود عندنا هنا في مهمشة، والكنيسة اللي هو كان بناها لخدمة الإكليريكية ومدارس الأحد على اسم السيدة العذراء مريم
جسده موجود بداخله هنا، وعملنا كمان متحف خاص بيه موجود فيه البدرشيل الخاص اللي كان بيلبسه مع البابا كيرلس الخامس ووقت خدمته في المرقسية في كلود بيه، وأيضا بعض الكتب الأصلية أو الطبعات الأولى اللي هو طبعها لأجل خدمة التعليم، وموجود فيه أيضا الصندوق الخاص به اللي هو اندفن فيه فعلا، وكان اندفن سابقا في مدافن الجبل الأحمر في المدفن الخاص اللي عمله وأسسه لعائلته. ونتمنى أن يحوز هذا الفيلم إعجابكم لتتأملوا حياة خادم قديس مجاهد فدى الكنيسة بالتعليم الصحيح. يذكر التاريخ أن في العصور الأولى للبشرية صعد فساد وظلم الإنسان إلى السماء، مما أمر الله نوح ببناء فلك لنجاته من الطوفان، فقد هلك الجميع ولم يهلك من كان داخل السفينة. وفي عهدنا هذا ظن البعض أن الطوفان قد دخل أحشاء السفينة، فوقفوا صفاً واحداً في انتظار سقوطها. انظروا، هل جميع صوب سهامهم عليها؟ الجميع وقف واستعد لتمزيقها. لا تخاف يا حبيبتي، حتى لو كنت سوداء فأنت الجميلة، حتى لو امتلأت بالجثث فما زالت رائحتك ذكية. تقول الحكمة، كلما يولد طفل على هذه الأرض تعلن السماء عن رسالتها السامية، لأن الله لم ييأس من البشر. قد أرسلت السماء رسالتها بميلاد هذا الأب العظيم، قداسة البابا كيرلس الخامس. وهذا الابن البار الارشدياكون الحبيب كيرلس، فقد شهد تاريخه المجيد على أن صلابة أقدامه فوق رقاب أعدائه، ومحبة قلبه ملأت قلوب أبنائه، فتشددت القلوب وتكاتفت الأيادي نحو الإصلاح، حتى نجت السفينة وعبرت عصر الفضاء. في الفترة الزمنية ما بين عام 1879 إلى عام 1882 قامت الثورة العربية التي قادها الأمير لاي
أحمد عرابي ضد القادة الأتراك وعلى رأسهم الخديوي توفيق، والتي شارك فيها كل فئات الشعب كبارا وصغارا، عاش المصر حر مستقل، عاش المصر حر مستقل، عاش المصر حر مستقل، مصر وطننا ونفديها بروحنا، مصر وطننا ونفديها بروحنا، مصر وطننا ونفديها بروحنا، مصر وطننا ونفديها بروحنا. الله اكبر فوق كيد المعتدي، الله اكبر فوق كيد المعتدي، الله اكبر فوق كيد المعتدي، الله اكبر فوق كيد المعتدي. عاشت مصر حرة، عاشت مصر حرة، عاشت مصر حرة، عاشت مصر حرة. ايه الهيصة والزيتة دي يا رب؟ وايه التجمع الكبير ده؟ قدمنا مطالبنا كتير وما لقيناش اي استجابه، ودلوقتي كل الشعب بكل طائف جاي لحد عندك، ومش هنمشي الا مطالبنا كلها يتوافق عليها. مطالب؟ مطالب ايه يا رابي؟ انتوا عايزين تغيروا النظام؟ عايزين تغيروا الكون؟ خلقوا ربنا؟ وهل خلقتم وصايا على احكام الله؟ ام تفسرون احكام الله بالغرض الذي يرضي اطماعكم؟ امان يا ربي. ازاي هنطمع في أراضينا وأملاكنا شيخ أزهر؟ إيه الكلام ده يا جناب الخديوي؟ خلاص؟ خدتوا البلد وبقت بتاعتكم؟ خلاص بقت من أملاككم؟ أنتوا نسيتوا نفسكم ولا صدقتوا احتلالكم واستعماركم؟ سوس! أنت آخر واحد تتكلم بابا كيريلوس. أنت نسيت؟ نسيت سلطان وهب بابا ديمتروس قبلك؟ ألف فدان! نسيت كمان إن الخديوي إسماعيل وهب في نفس الزيارات 500 فدان. خدوهم ورجعوا لنا بلدنا. انتوا بتحتفوا علينا من اراضينا؟ اي مصري له الحق في البلد دي عنكم كلكم. طب اسمع بابا كيريلوس، اسمع عرابي، اسمع شيخ ازهر، اسمع كل الناس. انا وريث بلاد وانتوا هنا عبيد احسانات. لقد خلقنا الله احرارا وليس تراثا او عقارا، فوالله الذي لا اله الا هو لا نورث ولا نستعبد بعد اليوم. خفيه، انتوا مش فاهمين كم المصايب اللي انا شايلها عنكم بسبب انجليز. تعالى تعالى يا عرابي، تعالى. احنا مش هنسيب احمد بيه عرابي يدخل لوحده. انت شجاع بابا كيريلوس، شجاع. ما تخافش على حبيبك عرابي. ما تخافوش، مش هيقدر يعمل حاجه ضدنا. تفضلناه يا سيد عرابي واعرض مطالبنا، ونحن لن نتحرك بدونك باذن الله. سلام والنعمة يا سيدنا. اهلا اهلا يا جرجس افندي. عامل ايه واولادك عاملين ايه؟ حبيب وكامل وغالي ومرسى. نشكر ربنا سيدنا. معقوله؟ معقوله قداستك لسه فاكر اساميهم؟ هو في اب بينسى اسماء اولاده برضو يا جرجس افندي؟ ربنا يديم حياتك لينا سيدنا. حللني يا سيدنا. انا خايف على قداستك قوي. الخديوي توفيق ده راجل شراني ومش صريح ولا واضح. وبصراحة كده أنا خايف ليكون بيدبر لك مكيدة. ما تخافش يا جرجس أفندي. اللي نجاني من سم الخديوي إسماعيل ينجيني من أرعيب الخديوي توفيق. لا أنت بتنسى تاريخنا. أنسى؟ أنسى إزاي بس يا سيدنا؟ الله ينيح نفس أبونا القوم السلام عبد المسيح. لما ربنا فتح عينيه على السم اللي تقدم لك في قصر الخديوي إسماعيل علشان يخلصوا منك. وشربه هو وراح السما. كل ده عشان مشوارك على الارض لسه ما خلصش. عندك حق يا جرجس افندي. احنا في ايام صعبه والكنيسه كمان حالتها صعبه. صلي لي كتير يا جرجس افندي. معقوله سيدنا انا اللي اصلي لقداستك؟ ربنا يخليك لينا ويديم حياتك ويقوي بصيرتك يا سيدنا. يا ريت قداستك اللي تصلي لي. صلوات العذراء وقدسين يا حبيبي. طول ما احنا ايد واحده ما فيش أي قوة هتقدر علينا. يلا يلا يا مصريين، قوتنا في وحدتنا. تحيا وحدتنا، تحيا وحدتنا، تحيا وحدتنا، تحيا وحدتنا، تحيا قوتنا، تحيا قوتنا، تحيا قوتنا، تحيا قوتنا. ليعود المسلم منكم إلى أخيه القبطي تأييدا لوحدتنا الوطنية، ليكون الجميع رجلا واحدا يسعى خلف شيء واحد، وهو حفظ مصر للمصريين. امضاء عبد الله نديم، الخطيب الرسمي للثورة العربية. يعني اسم الصليب عليك، مالك فيك ايه؟ خلاص خلاص يا ام حبيب،
استغنى عن خدمات أنا وكم واحد في المصلحة. ليه؟ حصل حاجة ولا إيه؟ بيقولوا حاجة العمل لا تسمع. أهو كلام، كلام بيضحكوا بيه علينا، فاكرين إن إحنا مش عارفين الحقيقة فين. حقيقة؟ حقيقة إيه يا جرجس؟ حقيقة كل مصر مشي في الثورة ورا أحمد عرابي ضد الخديوي وتوفيق. مش أنا بس اللي سبت الشغل أم حبيب، كل واحد مشي في الثورة طردوه من شغله، حتى عرابي، حتى عرابي عزلوه. طب روق كده يا جرجس، وأنت قلتها إنها حالة عامة، واللي هيسرى على غيرنا هيسرى علينا. ما بيسراش علينا غير الذل والاضطهاد والعنف. الشوارع بقت كلها بلطجة وقلة أدب. اسكندرية مولعة نار. خلاص يا أم حبيب، خلاص قدروا يزرعوا الفتنة بين الشعب، قدروا يفرقونا عن بعض، وادي آخرة الفتنة، الاحتلال البريطاني. اهدى كده يا جرجس، اهدى. صحتك، أنا خايفة عليك تتعب. اهدى يا جرجس. صحتي واعمل بيها ايه صحتي؟ وازاي احافظ على نفسي وسط بلد مش متحافظ عليها ليه؟ عشان خاطر العذراء، عشان خاطر العذراء روق. انت مش شايف وشك اصفر ازاي؟ عشان خاطري، عشان خاطري يا جرجس. اهدى 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 ازاي بس؟ اهدى ازاي وانا شايف نفسي بنعزل وبضطهد وبطرد من شغلي؟ مالك يا جرجس؟ فيك ايه؟ روق يا جرجس. انا مخنوق يا ابو حبيب. ايه اقعد. نفسي مش قادر يخرج من بطني لوحدي. حاسس انه هيخرج على ظلم واحتلال. شعبك وبلدك، بلدك مصر. جرجس ايه يا امي كل الزهريت دي؟ اول مره اشوفك بتزهرتي كده. من فرحتي بيك يا حبيب وبنجاحك. يا حبيب، جه اليوم اللي اتخرجتي فيه. يا كان نفسي ابوك يكون معانا في موجود في اللحظه دي. يا امي، ابويا، انا دايما بشوف ابويا في عيونك وفي ايدك، في ايدك اللي عمرها ما قصرت معايا في اي حاجه. وبعدين من قال لك اللي هو مش فرحان دلوقتي بنجاحي؟ بس اللي انا واثق منه اكتر لو فرحان بيكي انتي اكتر. ربنا هو اللي بيقوي ويسند يا حبيب. المهم بقى قولي، نويت على ايه؟ انا حلمي امي من صغري ان ادخل الكليه الاكليريكيه. كليه الاكليريكيه؟ طب ازاي كليه الاكليريكيه دي للرهبان وبس؟ اوعى تكون هتسيبني وتترهبن يا حبيب، اوعى. انا ماليش غيرك يا حبيب، اخواتك مالهمش غيرك. اوعى تكون هتسيبني وتترهبن، اوعى. يا ريت يا امي، يا ريت يكون نصيب الرهبان. الله، هنعرف ان الكليه الاكليريكيه دي للرهبان بس. تقدر تقول لي بقى هتدخلها ازاي؟ من نعمه ربنا يا امي، من نعمه ربنا ان البابا كرولوس اصدر قرار ان الكليه الاكليريكيه ما تتقفلش ابدا. بيقولوا هيختاروا 12 طالب من وسط ال 40 اللي هيتخرجوا من راس الاباط الكبرى. إذا كان الموضوع كده يبقى ربنا يقويك ويسندك يا حبيبي يا ابني. أمين يا أمي يا رب. بس أنت عارفة نفسي في إيه دلوقتي؟ عارفة يا حبيبي، عارفة إيه اللي في نفسك وهجيبهولك على طول. ماما يا ماما، يلا بقى عشان تحكي لنا الحدوته. يا ماما عشان تحكي لنا الحدوته. حاضر يا اولاد، انا جايه اهو. يلا يا حبيب، هو اللي هيحكي لنا النهارده من الكتاب المقدس. قول لنا بقى تحكي لنا ايه. قدم لهم مثلا اخر قائلا: يشبه ملكوت السماوات حبه خردل اخذها الانسان وزرعها في حقله، وهي اظهر جميع البذور، ولكن متى نمت فهي أكبر البقول وتصير شجرة حتى أن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصانها. شاطر يا حبيب. ها، فاهمين حاجة؟ لا. بسم الصليب عليكم، أمال ساكتين ليه؟ احنا مستنيك تشرح لنا زي كل مرة. حاضر يا كامل. بصوا بقى يا حبايبي، حبة الخردل دي هي حبة صغيرة خالص خالص، لكن لما بتتحط في الأرض
بتطلع شجرة كبيرة قوي، وبتيجي الطيور بتبني جواها أعشاش كتيرة. من الحبة الخردل الصغيرة دي بتبقى إيه؟ شجرة كبيرة. اللي هي كانت إيه في الأصل؟ حبة الخردل الصغيرة. برافو عليك يا حبيبي. طيب أنا هسأل سؤال وعايزة حد جاوبني عليه. مين من شخصيات الكتاب المقدس اللي أنا حكيت لكم عنها قبل كده بينطبق عليه المثل ده؟ ها فكروا. أنا عرفته. ها مين يا حبيبي؟ هو على فكرة هو كذا واحد مش واحد بس. طيب قول واحد بس يا حبيب ودي فرصة لإخواتك. القديس بولس الرسول. دلوقتي بقى هقوم أجهز الغدا، وعبال ما أرجع هلاقيكوا استفدتوا إيه من المثل اللي إحنا قلناه ده. اتفقنا؟ اتفقنا. ربنا عايز يوضح لنا من المثل ده انك ممكن تكون صغير خالص ما عندكش اي قوه، لكن بايد ربنا ممكن تكون عظيم وقوي زي الشجره المثمره. حبيب حبيب، عرفت بقى اني عارفه ايه هو اللي في نفسك فيه؟ مع انك كبرت على انك تقعد جنبي وتسمعني وانا بحكي لك زي زمان. ايه اللي بتقوليه ده يا امي؟ مهما كبرت هتفضلي انت هو مصدر تعليمي، وهيفضل صوتك هو اول صوت عرفني بكلام ربنا. بص بقى ست الكل، امسكي الانجيل ده، تعالي بقى اقعدي هنا وانا بقى هقعد جنبك زي زمان. يلا قولي لي بقى هتقري لي ايه؟ اقرا لك ايه يا حبيب؟ ما انت عارف اني ما بعرفش اقرا. طب خلاص بصي بقى احكي لي حدوته زي ما كنت بتحكي لي زمان من الكتاب المقدس. اذا كان كده ماشي يا حبيب. بص بقى انا عجباني حكايه يوسف الصديق، حكايته لما بدات مع اخواته. بابا كيريلوس، جه وقت انك تطالب بحماية الآباط على أراضي مصرية. احنا مصريين وقادرين ندافع عن نفسنا كويس بقوة إلهنا. عايزيننا نسيب إيد ربنا ونمسك في إيديكم انتم. عنادك ده بابا كيريلوس بيأدي لهلاك أبنائك. اوعى تفتكروا ان الآباط هيصدقوا اللي بيحصل ده. انتوا اللي سببتوا الفتنة بين المسلمين والمسيحيين في اسكندرية عشان نجري عليكم ونقول لكم الحقونا. يبقى عندكم سبب قوي ان جيوش البريطانيه تخش اراضي مصر بحجه حمايه الاباط، وده مش هيحصل ابدا. اسمع بابا كيريلوس، جيش بريطاني خلاص على ابواب مصر، وانت من مصلحتك انك تطلب حمايتنا، والا ادائنا هيبقى على الكل، وده اخر كلام عندي. قلت ايه بابا كيريلوس؟ اي مخلوع على الارض دي بيفكر يمد ايده على شبر واحد من ارض مصر يبقى بيبني عداوة كبيرة بينه وبين كل المصريين. دي بلدنا وهنعرف ندافع عنها كويس ضد أي محتل مهما كانت قوته. ولما عندكم قوة كده عظيمة بابا كيريلوس، مش كنت تدافع عن أنفسكم قدام المسلمين؟ أعتقد إن دي مشاكلنا الداخلية،
ومش من حقك ولا حق أي حد إنه يتدخل فيها. أوكي أوكي بابا كيريلوس، كلام معك تاني خلاص، بس لازم تعرف كويس إن كده أدانا بقى على كل المصريين، كل المصريين. ربنا قادر يحمي ولاده. يا الله، هي إيه دي مصر؟ يرضيك اللي بيحصل فيها ده؟ يا رب احمي مصر واحمي ولادك، ولادك بيصرخوا ليك، مد ايدك يا صاحب القوات، ارحمنا يا الله، ارحمنا يا الله، ارحمنا يا الله، ارحمنا يا الله. ايوه يعني الكنيسه هتفضل على حالها كده على طول مضطهده؟ صدقني ربنا دايما بيعمل الصالح، واكيد وجودنا هنا ده ليه خطه الهيه. خطه الهيه بس ازاي يا حبيبي يا اخويا، والكنيسه ما فيهاش وعازين ولا معلمين غير ابونا في الليساوس. ما احنا جايين نعمل ايه هنا؟ احنا دورنا ان احنا نتعلم، نتعلم ونعلم غيرنا. يا حبيب برضو احنا مش فاهمين قرار دخولنا الاكليريكيه هيفيد الكنيسه بايه؟ لا ده بقى موضوع كبير، اقعدوا وانا فاهمكم. الكنيسة بقت ضعيفة عشان ملهاش شباب يحموها، لا فيها واعظين ولا فيها معلمين، الجهل بقى شديد. احنا زهقنا من الكلام ده. استنى بس انا هبسطها لكم. مين فينا يقدر يفسر ايات في الكتاب المقدس؟ طب مين يقدر يرد على الجماعة البروتستانت اللي ظهر قريب في مصر؟ طب انا هسألكم سؤال بسيط جدا، هو ليه انت مسيحي؟ لماذا انت مسيحي؟ كيف؟ كيف والوضع هكذا نستطيع أن نجاوب على كل من يسألنا لماذا أنت مسيحي؟ كيف ونحن لا نعرف إيماننا العتيد المبنى على الصخرة الحقيقية باسم صخرة الكنيسة باسم ربنا يسوع المسيح له كل المجد؟ الاحتلال البريطاني دخل معاه ثقافات كتير باسم المسيحية، وللأسف الكنيسة ما فيهاش مدافعين جاهزين. أهلا بك. أهلا بك. أنا حنا بيك بخوه، مكلف من قداسة البابا كرولوس الخامس إنه آجي أختار منكم 12 تلميذ علشان هيبقوا الدفعة الأولى للكلية، وهتبقوا معلمين الكنيسة. بصراحة أنا كنت جاي علشان أفهمكم إيه هدف الكلية، لكن الأستاذ قام بالواجب ووفر عليا الشرح. العفو يا فندم، أنا مش قصدي آخد درج نابك من حاجة، دي كانت مجرد دردشة مش أكتر. دردشتك مليانة قوة وحكمة. دلوقتي هنسمع أسماء الـ 12 طالب اللي هيبتدوا معانا دراسة. الطالب حبيب جرجس منقريوس. أفندم. ياه، أنت اسمك أول اسم في القايمة. دي بركة كبيرة أوي يا فندم. اوعى تفتكر ان حلمك خلاص اتحقق، لا،
خلي بالك، انت حلمك هيبدأ يتحقق، وادي نقطة البداية هتكون من ليه يا بابا بيعيط؟ اصبر يا حبيب شوية هقولك بعدين. انا هاخد الشاب ده وكمان الاتنين رجالة دول. لا انا هاخد دول، دول ينفعوني. لو سمحت ممكن تاخدني عشان اكون مع ابويا واخواتي. اوعدك اول ما افتح نادي اجتماع العبيد هتكون انت اول المدعوين، ولا ايه يا باشا؟ ارجوك خليني معاك، انا لازم اكون معهم باي طريقه. ومن انت بيكون في حوار بالعبيد والاسياد؟ ازاي تتجرأ انك ترفع عينك في عيني يا حشره انت؟ ليه بابا يعاملهم في الطريقه دي؟ ما هي دي يا حبيبي يا ابني اللي كلمتك عنها قبل كده، تجارة الرق. بس انت قلت لي ان شغلتك انت وزمايلك انكم تلغوا التجارة دي. بيحصل يا حبيبي، لكن زي ما تقول كده في بعض من الناس الأغنياء أصحاب النفوذ ما بيقدروش يعيشوا من غير عبيد تحت رجليهم عشان يذلوا فيهم ويخدموهم. لكن أوعدك يا حبيبي إن مصر هتتخلص من التجارة دي قريب قوي، زي ما هتتخلص من الاستعمار الزاحف. ممكن تستناني هنا شوية يا حبيب؟ حاضر. لو سمحتم، أنا جرجس أفندي من مصلحة منع تجارة الرق. مصلحة منع تجارة الرق؟ ومن أنت مصر منع فيها تجارة الرق؟ دي أسوأ قرارات خديوي إسماعيل قبل عزله، منع تجارة الرق، وكمان عمل مصلحة حكومية لمباشرة القرار الباشا ده. ازاي يعني؟ ومين هيخدمنا بعد كده؟ أظن دي مش مشكلتي ولا وظيفتي علشان أدور على مين يخدمكم. أنا هنا عشان أمنع التجارة دي حالاً وأبلغ عن أي تجاوز موجود بقرار من السرايا. سرايا؟ طب والفلوس اللي دفناهم طبعاً العبيد دول؟ حضرتك ممكن تتقدم بشكوى لبيت المظاليم وأكيد هيتحكم فيها. الكلام ده للشعب مش لينا يا فندي. انت فوق وشوف انت بتتكلم مع مين بدل ماخدك وشغلك خدام عندي. بقولك ايه، الزم حدودك، ولو عندك اي اعتراض ممكن تبلغه للسرايا ولا الخديوي توفيق نفسه. ولا تحب ابلغ انا اعتراضكم ده بنفسي؟ انا شايف اننا كبرنا مواضيع موضوع عبد اكتر من اللازم، احنا ورانا مصالح. يلا بينا يا باشا ونشوف الموضوع العبيد ده بعدين. يلا بينا يا باشا. صحيح، ناس تخاف ما تختشيش، وانتوا كمان يلا فكوا كوكم دي. يلا قوموا فك يا ابني. يلا قوموا، يلا تعالوا معايا دلوقتي على المصلحة علشان اعمل لكل واحد فيكم وثيقة تحرير اللي بيها تقدروا ترجعوا لبلادكم ولأهليكم تاني. شكرا. لا اوعى تعمل كده تاني، انا عايزكم ترفعوا راسكم للسماء وتشكروا رب الكون اللي وهبنا الحريه من بعد العبوديه. يا جرجس افندي. نعم يا حبيب. ممكن تنزل شويه، عايز اقول لك كلمه سر. حاضر يا حبيب افندي. ايه بقى الكلمه السر؟ الكلام المكتوب في جريدة مصر ده صعب قوي يا سيدنا. أنا كمان رديت على صحفي جريدة مصر تدرس مقاريوس، هو مش سايب الكنيسة في حالها ودايماً بيفتري بالأخبار عليها. للأسف الكلية الإكليريكية لسه بتقف على رجليها ومش حمل أي هجمات صحفية دلوقتي خالص. ولا حمل إن يتقال عليها مفيش التزام والمدرسين مش مهتمين ومفيش حد بيدرس فيها. لكن أكيد ربنا ليه تدبير تاني خالص غير اللي احنا شايفينه. قولي يوسف بيه، أخبار الطلبة إيه؟ هل لقيت حد فيهم يصلح للقيادة؟ كلهم يا سيدنا، كلهم فيهم نعمة كبيرة قوي، لكن أنا شايف إن الطالب حبيب جرجس ده في نعمة عظيمة قوي، وربنا بيستخدمه استخدامات قوية للكنيسة. حبيب ابن الغالي جرجس أفندي، طالع لأبوه، بيحب يكون له دور ويحب يشتغل،
عنده أحلام وطموح، ربنا يديله نعمة. أنا موافق يا يوسف بيه إنك تشارك حبيب معاك في إدارة الكلية. المجد ليك يا رب. تصور يا سيدنا، أنا كنت لسه أطلب من قداستك الطلب ده، بس خفت قداستك تزعل مني ويكون ردك صعب عليا، عشان عايز أسند لحبيب مهام كبيرة. قول لي يوسف بيه، هو البابا أثناسيوس الرسولي كان عنده كام سنة لما وقف في مجمع نيقيا بيحارب بدعة أريوس قدام الملك قسطنطين؟ معك حق يا سيدنا، أنا فهمت قصدك. صح يا سيدنا، عملتوا ايه في المجموعة اللي عايزة تفرض وصاها على الكنيسة دي؟ دول اشتكوني للخديوي توفيق وقدموا فيا شكاوي كتير، وقالوا اني بضطهدهم واني لا اصلح للكرسي البابوي. كل ده علشان اوافق على شروطهم ويكون ليهم السيطرة على الكنيسة، وده لا يمكن يحصل ابدا. صلي لي يوسف بيه وصلي للكنيسة. انا اللي اصلي لك يا سيدنا، ده اللي محتاج لصلاتك وبركتك. وصدقني يا سيدنا، دي محنة وهتعدي، والكنيسة ياما شافت. صلي لي يا سيدنا. صلوات العذراء والقديسين تكون معك. طب وبعدين؟ أبونا في الأساس لسه تعبان، أمال مين اللي هيكمل معانا المنهج؟ لما كملش شهر، المنهج كبير، أنا بقول ممكن نروح له البيت ونسمع منه تعليمه. بيت إيه بس؟ الراجل تعبان، ما أعتقدش إن هو هيقدر يتكلم. حتى سأله حبيب، أهو بيبقى عنده كل يوم. حبيب، 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 مالك سرحان في إيه؟ لا أبداً مفيش حاجة. إخواتي، أنا عارف إن قلوبكم مليانة بالمحبة ليا، عشان كده عايزكم تقفوا جنبي في المحنة اللي أنا فيها. باسم الصليب، محنة إيه يا حبيب يا أخويا؟ اتكلم، إحنا كلنا أصحاب وأكتر من الإخوات. أنا عارف، عشان كده عايزكم توعدوني إن مهما تسمعوا دلوقتي هتفضل محبتنا لبعض زي ما هي. إيه يا حبيب الكلام ده؟ قلقتنا؟ لا مفيش قلق ولا حاجة، هو أنا بس أبونا في فيليساؤس كان مكلم. هو ربنا اللي في إيه يا حبيب مالك؟ إحنا أول مرة نشوفك متوتر كده. اتكلم يا حبيب، إحنا كلنا هنا إخوات. أبونا في فيليساؤس مش هيقدر يكمل معانا المنهج تاني، وكلفنا أنا إن أكمل المنهج بدل منه، وصدقوني إن من إمبارح ما نمت من كتر التفكير في الموضوع ده، خايف إن الموضوع ده يعمل حاجز بينا ومن بعض، وأنتوا عارفين إن أنتوا إخواتي، وأصحابي اللي طلعت بيهم من الدنيا. حبيب، أنت أخونا وصاحبنا، وكمان قدوتنا، وعمر ما حاجة زي دي تقدر تخلينا نزعل من بعض، لأن اللي بينا وبين بعض محبة، والمحبة هي الحاجة الوحيدة اللي تكسر جميع كل الحواجز. صح ولا إيه يا شباب؟ طبعًا. الحمد لله. طمنتوا قلبي. عشان كده أنا بوعدكم إن أكون آخر الكل، وخادم الكل، وهدفي هو أنتوا، عشان كده عايزكم توعدوني باسم الصداقة اللي بينا. لو شفتوني في أي وقت بغلط على طول تفوقوا لنفسه وما ترحمونيش. اوعى تسيبوني العدو الخير يلعب بيا. أمين يا إخواتي؟ أمين يا أستاذ حبيب. النهارده بقى هنتكلم عن اختيار السيد المسيح للتلاميذ، وإن ربنا هو اللي اختار، وقصد ربنا في اختيار الناس الضعيفة والجهلة وأصحاب المهن الحرفية. وكأن ربنا بيدينا رسالة إن أساس العلم في المسيحية قايم على الإيمان مش على أي حاجة تاني، وإن ياما ناس ضعيفة وجهلة أصبحوا علماء كبار. حدث خلاف شديد بين المجلس الملي الناشئ والبابا كيرلس الخامس على أن يكون اختيار أعضاء المجلس بالانتخاب وليس باختيار البابا، وتدخلت الحكومة برئاسة الخديوي توفيق الذي تآمر مع أعضاء المجلس الملي ضد البابا وقرر. انت هتتحداني بابا كيرلس؟ انا هوريكي. قرار يكون نحن بعزل بابا أباط بابا كيرلس خامس ونفيه للدير ليحل مكانه على كرسي أنبا أثناسيوس أسقف سنابو وكوسكام وعلى جميع أباط الخضوع الكامل للبابا أثناسيوس خديوي توفيق باشا. Thank you.
الحقيق لإلهنا، هذا هو بالحقيقة يا صلحوا أهداف الوح! 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 يا كنيسة ساكتة ليه؟ يا كنيسة ساكتة ليه؟ حايم ضايع كده ليه؟ حايم ضايع كده ليه؟ يا كنيسة ساكتة ليه؟ يا كنيسة ساكتة ليه؟ حايم ضايع كده ليه؟ حايم ضايع كده ليه؟ يا شباب يا شباب ما يصحش كده، لا دي تعاليمنا ولا دي أخلاقنا، أنتوا كده بتبوظوا تعليم الكنيسة. أمال إيه اللي يصح يا سابونا؟ انتوا ازاي ساكتين على قرار الخديوي ده؟ انتوا ازاي ساكتين على عزل بابا كيرلس؟ وازاي سايبين اسكو وسنه بيقعد على الكرسي البواوي والبطرك حي؟ انا عارف انكم غضبانين، واحنا كمان غضبانين من اللي بيحصل. واديكوا شفتوا اسكو وسنه بيتحرم من كل اساقفه المجمع، والكاس وقع من ايده في القداس، وحال الكنيسه بقى صعب. ارجوكم يا شباب ما تصعبوهاش علينا اكتر من كده. كل الشباب رافضه تخش الكنيسه وكلنا متضامنين مع البابا كيرلس، ومحدش هيدخل الكنيسه الا لما البابا كيرلس يرجع كرسي. كمان لازم الاسقف اللي تابع في الكرسي واستغل المشاكل دي كلها لازم يتحاسب. غضبكم ده مش هيحل اي حاجه، بل بالعكس بيورط الكنيسه في مشاكل اكتر. الكنيسه خلاص متورطه في مشاكل كتير، ومفيش دلوقتي غير حل واحد بس. صلحوا اهداف الوح! 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 طب وبعدين ما عليك، مش هينفع نستنى على الامر اكتر من كده. الامور بقت واصله لاصعب مراحل فعلا. الكنيسه بقت في عصر الظلام، ده في عز ما كانت بتضطهد وبتقدم دماء شهدائها كانت اقوى من كده. قول لي يا يوسف بيك، هي الثوره دي من فئه الشباب بس ولا للشعب كله؟ مع سعادتك يا بطرس باشا، الغضب للشعب كله، لدرجه ان الكنايس بقت فاضيه. ده في اهالي بيدفنوا موتاهم من غير ما يصلوا عليهم في الكنايس. الكنيسه هتضيع يا بطرس باشا، يبقى فرقتنا احنا قدام ربنا. وانا ايه المطلوب مني يا يوسف بيك؟ انا عارف ان معاليك ليك دلاله على خديوي توفيق باشا، الراجل بيحبك وبيعزك واكيد مش هيرفض لك طلب. البابا كيرلس لازم يرجع كرسيه. طب سيبني ارتب الامر وازور الخديوي توفيق وافتحه في الموضوع ده. ربنا يعمل اللي فيه الخير لكنيسته. عن اذن معاليك. اتفضل يا يوسف بيك. ألو؟ سرايا الخديوي توفيق؟ من فضلك بلغوا بتحديد ميعاد للزيارة. أنا بطرس باشا غالي. يا ده احنا مش صاحبين قوي على الكنيسة وشعبها. فرحتنا النهاردة ببابا دسة البابا كأنه عيد بالظبط. طبعا يا ابونا، ده عمود الكنيسه رجع لينا تاني. طب خبر حلو قوي يا ابونا، دي معجزه الهيه. الواحد قفل نفسه. ياه ده انا فرحانه قوي يا ابونا. اتفضل يا سيد. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حبيبي. تعرف يا سيدنا انا عشان خاطر فرحان برجوعك عملت حاجه انا ما مصدقهاش. عملت ايه يا حبيبي؟ ما ادريش. انا استحميت يا سيدنا. ربنا يفرح قلبك. ما ضايقش ريحتك. الحمد لله على السلامة يا سيدنا، نورت كرسيك وكنيستك. الكنيسة منورة بيكم وهتنور وتفرح أكتر لو سامحنا كل اللي أساء إلينا. وأنا بشكركم جدا على وقوفكم جنب الكنيسة في محنتها، وربنا يسامح كل واحد غلط فينا، لأن الغلط ده نتيجة غضب ونابع من غيرتكم ومحبتكم للكنيسة. أنبا أثناسيوس، أنا سمعت إن كل الأساقفة حرموك من الخدمة، لكن أنا بديك حل فك كل الحرمانات وترجع لخدمتك تاني أسقف لصنبه. وربنا يسامح كل ضعفات كانت بتحاربك، وبعلن محبتي ليك قدام الجميع. معقول الخيانة اللي شفتها مني قدام الناس كنت عليها بالمحبة دي؟ كلنا بنغلط وبنتحارب حروب قوية جدا، ومسموح لإبليس إنه يحاربنا، لكن مش مسموح أبدا إن احنا نحارب بعض.
أنا مش عارف أقول إيه. أنت اديتني درس قدام الكل. درس لي أنا شخصيا. عن المحبة، التسامح. سامحني يا سيدنا أرجوك. أنت من تلاميذي. يعني ابني. وأنا أبوك. وهدفي إن أنا ما أخرجكش برا حضني أبدا. إيه يا حبيب؟ شكلك عايز تقول حاجة. فكرت في فكرة، قعدت فترة طويلة قوي أدرسها لحد ما اكتملت جوايا. قلت أجي أناقش قداستك فيها، يعني جايز تنقذ الوضع شوية. فكرة إيه دي؟ فكرت يا سيدنا إن إحنا نعمل فصول للأطفال. من خلال الفصول دي هنعمل لهم مناهج مبسطة. يعني نقدر نديهم طقس، عقيدة، تاريخ كنيسة، قصص للأنبياء. عندي إيمان قوي إن الدروس دي هتبقى سبب لزرع الإيمان المسيحي جواهم. فصول مسيحية للأطفال؟ بالظبط كده يا سيدة. هنقدر احنا نجيب الأطفال يوم واحد في الأسبوع، كمان نبسط لهم المناهج دي على قد فهمهم. عندي إيمان قوي إن المناهج دي هتبقى سبب إن يعرفوا الكنيسة وأهميتها وأسرارها، وتكون مجانية عشان كل أبناء الشعب يقدر يدخلها. ده لازم يا سيدنا تكون مجانية. لازم كمان تكون يوم حد عشان نضمن إن الأهالي تجيب عيالها اليوم ده في الكنيسة. باسم الصليب عليك يا حبيب، ربنا بيرشدك لطريق الإصلاح بكل حكمة. فعلا يا رب، دايما بتنقذ كنيستك في الوقت المناسب. حبيب المنقذ. يبقى هنسميها مدارس أحد يا سيدنا، وأنا كمان اللي هعمل المنهج وأجيب القداستك عشان تراجع. ها، إيه رأي قداستك في الفكرة؟ سيدنا، قداست البابا. نعم، نعم يا حبيبي. خير يا سيدنا، قداستك رحت لحد فين؟ أبدا، سرحت في القرن الرابع. ربنا أخدني كده بجولة زمنية شفت فيها حال الكنيسة وهي بتتحارب من البدع والهرطقات وجهل شعبها وقدوم الشماس أثناسيوس اللي كان تقريبا في سنك كده، وهو اللي أنقذها. أنت كمان يا حبيبي اللي بتعمله ده بتنقذ الكنيسة، واسمك هيكون علامة مضيئة في تاريخ كنيستنا المجيدة. سيدنا الكلام ده كبير عليا قوي، وبعدين بصراحة كده الكلام ده مش هيخليني أعمل أي حاجة. ربنا يسندك ويحميك من غيرة إبليس. اسمع يا حبيب، أنت من بكرة هتكون معايا في خدمة الهيكل، وهتكون جنبي عشان أكون متابع معاك كل حركة وكل تفصيلة. سيدنا أنا ما استاهلش البركة العظيمة دي. ربنا يفرح قلبك زي ما فرحت قلب كنيسته يا حبيب. محتاج صلواتك معايا يا سيدنا. صلوات العذراء القديسين. ازيك يا استاذ حبيب، عامل ايه؟ الحمد لله يا هاني، انت عامله ايه؟ بسم الصليب النهارده انا شايف وشك منور احسن من كل مره. ربنا يباركك يا استاذ حبيب، ده انت الوحيد اللي بتيجي تزورني وبتسال عني وبتعرف كل تحركاتي. ربنا يزيدك من نعمه. يا هاني ده واجبي، ودي بقى خدمتي اللي انا بحبها. يا استاذ حبيب، انت عارف ان انا وحيده ومليش حد، ولا ليا اصحاب ولا ليا جيران ولا حتى حد بيونسني في وحدتي. انا عارف، بس عارف كمان ان معاك ربنا، وده بقى لوحده يغني عن كل حاجه. معاك حق يا استاذ حبيب في كلام كتير، بس انا بقعد مع نفسي وافكر واقول كل الثروه والفلوس والاراضي اللي انا ورثتها عن عيلتي دي هتروح فين من بعدي. سؤال حلو، بس اسمح لي يا هاني، قبل ما تدور على فلوسك ومراسك هيبقوا فين، دور الاول على نفسك وروحك هيبقوا فين. معاك حق في كل كلمة بتقولها، أنا عارفة إن أيامي على الأرض قربت تنتهي. بسم الصليب عليكي، ربنا يطول في عمرك ويزيدك بركة كمان وكمان. قولي يا أستاذ حبيب، إزاي أخلي الفلوس باب يوصلني الملكوت؟ بصي بقى، الفلوس ممكن تساعد ناس كتير، ممكن تسطر بنات وتسد جوع أطفال أكتر وأكتر. أنت عارف يا أستاذ حبيب إن أنا ما عنديش خبرة وما بعرفش اتصرف في حاجه. اخصص لك قطعه ارض تتصرف فيها زي ما انت عايز، تكون تحت امرك، اعمل فيها اللي انت عايزه. هتبرع بيها للجمعيات الخيريه والجمعيات اللي انت بتشرف عليها، اصل نفسي يكون لي نصيب كبير في الملكوت. ايوه هاني، بس ده كتير قوي. لا اصل انا طماعه قوي، نفسي يكون لي نصيب كبير قوي في الملكوت. طب انت عارفه بقى ده بيسموه ايه؟ الطمع المقدس. ولاجلهم اقدس انا ذاتي ليكونوا هم ايضا مقدسين في الحق. ولست أسأل من أجل هؤلاء، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بكلامهم.
ليكون الجميع واحدا كما أنت أيها الآب فيا وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا، ليؤمن العالم إنك أرسلتني. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين. أنا مش طول عليكم النهاردة، أنا عارف أنتم مستعجلين، تقدروا تتفضلوا وأنا ممكن أبقى أحصلكم. سلام يا أستاذ حبيب. سلام يا إسحاق، مش عايزك تتأخر بقى كل مرة على الفصل. ها؟ حاضر يا أستاذ حبيب. ماشي. سلام. سلام. حبيبي يا حبيب أرمانيوس، طمنا عملت ايه؟ خبر حلو قوي قوي يا حبيب، بس الاول قولي هتعزمنا على ايه؟ يعني لو اللي في دماغي اعمل حسابك انك معزوم لمده شهر كامل. شهر كامل؟ ده كرم دول علشان احنا في صيام والعزومات في رخيصه. عموما هو اللي في دماغك. بتتكلم جد يا أرمانيوس؟ جد الجد كمان. وادي وادي الاوراق، ارض بمساحه 3088 متر في مهماشة. الحمد لله الحمد لله. تعبتك معايا يا أرمانيوس، تعبتك معايا في اللفة على برشات كتير قوي، وجهدتك كمان في لم التبرعات. ايه اللي انت بتقوله ده يا حبيبي؟ ده حلم انا كمان، انه يكون في مساحة ارض مخصصة لكلية كليركية. وهو انت تعبت كتير قوي وسافرت كتير، وربنا حقق حلمك كده. بقى احنا ماشيين في خطة الاصلاح الصح. البابا كرولوس الخامس هيفرح قوي. بس في حاجة مش حلوة حصلت في بعض الكنائس. اسم الصليب، خير في ايه؟ بص يا حبيب، بعض الكهنة بيمشوا العيال وبيقولوا ان دي انشطة ملهاش اي قيمة، وبيقولوا ان العيال لما بتيجي الكنيسة بتعمل هيصة وبيبهدلوا نظافة الكنيسة. معقول ده حصل؟ ايوه يا حبيب، ده اللي حصل. وانا عايزك تروح للبابا كرولوس وتحكي له عن الكهنة اللي مش عارفين قيمة تعليم الاطفال ديت، ولازم ياخد معاهم موقف يا حبيب. ايه ده بس يا أرمانيوس؟ انا لو رحت البابا وقلت له الكلام ده هتسبب في صدام كبير قوي بينهم، ويحصل خصام كبير جدا. بس انا ممكن افكر فكره تانيه. قول يا حبيب. احنا هننزل نلف على الكهنه دول ونعرفهم قد ايه مستقبل المدارس الاحد مهم بالنسبه للاطفال. جايز جايز خدامهم قصروا في توضيح الفكره. حاضر يا حبيب، مع اني كنت جاي منفعل بس انت دايما بتهديني. الا صحيح، فين العزومه؟ ولا هي كانت عزومه ووعظ عن المحبه وخلاص؟ ما هي دي بقى عزومات الصيام يا صديقي. يلا بينا. والآن أيضاً يا ملكنا نسأل ونطلب منك أيها الصالح محب البشر، من أجل عبدك حبيب جرجس منقريوس، أن تجعله مستحقاً لدعوة رئاسة الشمامسة بحلول روح قدسك عليه. وأنا أيضاً طهرني من كل الخطايا الغريبة، وعتقني من التي لي بوساطة ابنك الوحيد، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. اليوم في حضور قداسة البابا أرسل كلماتي لكل الخدام والخادمات. ثقوا تماما أنكم دعيتم للخدمة ليس تفضلا منكم على الكنيسة، بل هي محبة الله لكم، فلا تفرطوا في هذه المحبة ولا تستهينوا بطول إبهاله عليكم،
فالخدمة الحقيقية هي ليست صناعة كلام أو حرفة أو وظيفة، بل هي روح وحياة، سهر وتعب، نقاوة وتعفف، ووعي كامل وإدراكا للمسؤولية. ربنا بيقول لنا في سفر التكوين إصحاح 37 آية 14: اذهب انظر سلامة إخوتك وسلامة الغنم ورد لي خبرا. إذن يا رب فسأطلب الذين ضلوا وسأبحث عن المفقودين وسأجاهد من أجل ذلك، وأنت يا رب سوف تعينني. مش هسيبك يا رب، مش هسيبك غير وانت ماسك في إيدي عشان أرجع الخروف لحضنك مرة تانية. صدقوني يا إخوتي، الخدمة مش محتاجة منابر وناس بتعرف تتكلم حلو، ولا الخدام اللي فاكرينها مجرد ترنيمة بتتقال أو الدرس اللي بيتقال كل أسبوع، أو اللي مهتمين بالأنشطة والرحلات والمباني وحجارة بتتعمر وبس. الخدمة الحقيقية محتاجة اللي ينزل من على المنبر ويدخل سفن الصيادين الغلابة اللي الدنيا واخداهم، محتاجة اللي يدخل بيت العشار ويكسر معاه اللقمة وياكل معاه في بيته، محتاجة اللي ينظر للسامرية، ينظر لها نظرة حنان، ينزل لها من جوه مش من بره، محتاجة اللي يسيب التسعة وتسعين خروف ويجري وسط الجبال عشان يرجع الخروف الضال لحضن أبوه مرة تانية، محتاجة الخادم الأمين اللي عنده القدرة اللي ينزل يخسر أرجل مخدومينه بكل فرح ومحبة. هتتعب وهتجاهد في خدمتك، هيكون عندك أجر عظيم قوي في السماء، لكن حذاري حذاري إبليس يسرق أجرك ده. تخيلوا تخيلوا إنك بتتعاملوا مع حد خبرة 7000 سنة بالبشر، يعني حافظ كل نقط ضعفنا، حافظ كل شهواتنا وكل تحركاتنا، لكن تأكدوا بصلاتك وبخدمتك هتغلب. لتكن أيام خدمتكم سعيدة وربحها وفير وسلامها عامر وفياض، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين. حقيقة النهاردة سيدنا فرحتي ما تتوصفش، إن أترشم أرشدياكون على إيد قداستك، بس ما أقول برضو يا سيدنا تخلينا إن الله وعز وقداستك موجود. يا حبيبي أنا ما صدقت لقيت حد بيوعظ في الكنيسة، أنت دلوقتي تعتبر من أهم الوعظين في الكنيسة المصرية، إزاي بقى ما خلكش أنت اللي توعظ؟ يا أبي الكلام ده كبير قوي عليا. لا ولا كبير ولا حاجة. شوف يا حبيبي، أنت من النهاردة مدير الإكليريكية رسميا، ومهمتك أنك تطلع واعظين ومعلمين يسندوا الإيمان الكنسي بالفهم والتدريس. أيوة سيدنا، بس قداستك عارف اني مش محتاج منصب ولا حاجه، وان ده كان حلمي اللي نفسي ربنا يقدرني عليه. انا عارف انك انسان بسيط رغم شعله النشاط اللي جواك، وبيوصلني كل اللي بتعمله. سيدنا انا تلميذك والشماس الخاص لقداستك اللي هيفضل طول عمره يتعلم منك، ارجوك صلي لي يا سيدنا. صلوات العذراء تكون معاك وتحفظك يا حبيبي. خلاص انت مدير الاكليريكيه. أشكرك يا رب إني عشت في عهد هذا القديس العظيم. قول أمين يا حبيبي. أمين يا أبويا الغالي. ده هيكون سبب كبير في وجود فتنة بين المصريين، طبعا متضايقين وهيتجننوا عشان شافوا ان ثورة سعد باشا زغلول مليانة اباط ومسلمين وكهنة واستشيوخ. ما هي دي الصورة اللي بتجنن اعداء مصر يا سيدنا. بعد اذن قداستك كنت عايز اعرف ايه المقصود بان الخديوي توفيق يقوم بتكليف يوسف وهبة باشا بتأليف الوزارة الجديدة؟ هو مش ده برضو مطلب الثورة ان الوزارة تتغير؟ شوف يا ابونا باسيليوس،
الإنجليز فرضين سيطرتهم على مصر. الثورة دي قامت عشان يكون في وزارة من الشعب يرؤسها سعد باشا زغلول. لكن يوسف بيه وهبة من وزارة الإنجليز، وهيكون طبعاً تابع للجنة منر. ودي خدعة عملها الإنجليز عشان يوقعوا بين الأقباط والمسلمين، لأن يوسف بيه وهبة قبط. معنى كلام قداستك إن كده ممكن يتم اتهام الأقباط بخيانة الثورة. الأمر ده خطير جداً يا سيدنا. عشان كده يا ابونا باسيليوس أنا عايزك بصفتك وكيل المطرانية تبعت جواب رسمي ليوسف بيه وهبة توضح فيه إن الكنيسة غير راضية عن قبوله رئاسة الوزارة، وإن الأقباط هيكونوا في الصفوف الأولى ضده لو قبل رئاسة الوزارة، وإن مطلبنا الوحيد هو عودة سعد باشا زغلول. حاضر يا سيد، أنا حالاً هبعت الجواب ده بنفسي. ربنا يحمي بلده وشعبه أمين. صلي لي يا سيد. ربنا يقويك يا حبيبي. سيدنا سعد باشا زغلول في انتظار قداستك برضه. خليه يتفضل حالا. حاضر يا سيد. اتفضل. سعد باشا نورت الكاتدرائية. زيارة جنابك غالية قوي علينا. ليا كل الشرف ان اكون مع رجل ساند مصر بكل قوته ولم ينحني امام الكثير من التهديدات سواء لي ولأولاده. أشكرك يا سعد باشا. تفضل. كلنا معاك يا سعد باشا. جنابك تعبت قوي. سينسى كل هذا التعب بنجاح قضيتنا، وأطلب منك الدعاء. ربنا يساعدك ويقويك. إن شاء الله ببركتك. ببركة ربنا تنجح وتفوز. البلد مش هتنسى وقفتك معايا ومع الأمة المصرية. دي بلدنا يا سعد باشا، واجب علينا ندافع عنها ومصلحتنا في حماية وطننا. أشكر الله على حكمتك وتعقلك واتجاهك في الإصلاح الدايم. ربنا يرعاك يا سعد باشا. قداسة البابا، أي حاجة تعوزها أنت أو شعب الكنيسة لازم تكلمني على طول. كل اللي نعوزه إنك تغور بخير دايما يا زعيم الأمة. لولا وطنية الأقباط لتقبلوا دعوة الأجانب لحمايتهم، وكانوا يفوزون بالجاه والمناصب بدلاً من النفي والسجن والاعتقال، ولكنهم فضلوا أن يكونوا مصريين معذبين محرومين من المناصب والجاه والمصالح، ويساقون للضرب ويذوقون الموت والظلم على أن يكونوا محميين بأعدائهم وأعداء الوطن. عاشت مصر حرة مستقلة بأبنائها المخلصين. أهلا 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 يا أستاذ حبيب، ده إحنا زارنا النبي النهاردة والله. ربنا يخليك يا حاج أحمد يا راجل يا بركة. أنا كنت قصدك في خدمة ومحدش عارف يعملها غيرك. أمرني يا أستاذ حبيب. الأمر لله وحده. البيت بتاعك. بيتي؟ اشمعنى؟ أنا كنت عايز أشتري حاجة. تشتري؟ وده هتعمل بيه إيه يا حبيبي أفندي؟ هي أنا مش هلف وأدور عليك. أنت عارف إن البيت بتاعك لازق في الكلية الإكليكية، وأنا جالي خبر إن أنت عايز تهده وتطلع مكانه بأربع جود صغيرة. وأنت عارف إن ده هيضيق علينا الدنيا، فأنا بفكر أشتريه وأعمل شوية توسعات كده للكلية. ها، إيه رأيك؟ والله أنت طلبك ده صعب يا أستاذ حبيبي أفندي. أنت عارف إن البيت مساحته كبيرة وسعره غالي. يا حاج احمد، انا عارف ان البيت غالي وكل حاجه، بس انا برضو طمعان في كرم اخلاقك انك تكون رحيم معانا شويه. طيب وانتوا معاكم فلوس؟ لا، من ناحيه الفلوس الطم احنا معانا ربنا بيدبر كل حاجه. بس كان عنده سؤال صغير كده يا حاج. اتفضل يا استاذ حبيبي. الحيوان ده بيعمل ايه هنا في البيت؟ انت هتغير بيتك لجنينه حيوانات ولا ايه؟ احمد ربنا ان انت مش متجوز يا استاذ حبيبي. متجوز؟ عملت حاجة في الحاجة يا حاج ولا ايه؟ انا جبت المدعوق ده عشان اطفشها من البيت يا استاذ حبيب. جاتك ايه يا حاج؟ هيا بقى خلينا في موضوع. هنعمل في موضوع البيت. والله يا استاذ حبيب اعتبر ان البيت ده بتاعك. على طول كده يا حاج؟ انا مش مصدق. طب عليا ترى البيت ده بتاعك. مش حاسسها يا حاج. طب وحياة ابن نونو البيت ده بتاعك.
هو انت جبت نونو يا حاج؟ ايوه جبت نونو. هو فين؟ استنى كده انده وسلم عليك. يا نونو يا نونو. ايوه يا بابا. تعالى سلم على استاذ حبيب جرس. هو ده نون؟ نون. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله يا عم حبيب. انا كنت فاكره البيت بتاعك يا حاج. تاكل ايه يا حبيبي؟ معرفة. لا خد اروح احسن. ايه؟ شكرا يا عم حبيب. لا استنى يا حبيبي مش تنفع معاك دي. اروح مدارس الاحد كلها يا حبيبي. شكرا يا عم حبيب. شكرا يا عم حبيب. نسيت انا كنت جاي ليه. هذا يا حاج هنعمل ايه في موضوع البيت؟ انت عارف عزتك عندي قد ايه ومعزه البابا كرولوس الرجل الشجاع. بص بقى انا مش هاخد الا 1200 جنيه وانت عارف سعره. 1200 جنيه بس؟ انا عارف ان البيت ده ثواني يا نون يعني حوالي 1500 جنيه يا حاج. انا مش مصدق كرمك ده. ما تقول له يا نون عشان يصدق. طب وحياه بابا يا استاذ حبيب ولا ان شاء الله عدمه لو بيكذب عليك. البيت ده بقى بتاعك. ربنا يخليك يا حبيبي. شويه بس عشان كتفي اتخلق. يلا حاج بقى نخلص اجراءات البيت عشان عايز امشي. تعالى بقى لما اعزمك على اكله حلوه من ايد الجماعه وما تقولوش انك صايم عشان ما فيش عندكم صيام اليومين دول. لا معلش خليها مره تاني حتى عشان نونو يعرف يتعشى. لو ما جيتش تاكل معايا وتفتح نفسي انا مش هاكل. افتح نفسك؟ هفتح اكتر من كده ايه بس يا نونو؟ معلش يا حاج انا مضطر امشي بقى عشان انا متاخر. انت عايز الواد تعملني ولا ايه يا استاذ حبيب؟ طب عليا الطلاق. بس حاجه اتعشى معاك ولو عايز نبات معاك كمان بس تبعدني عن نون. سلام يا سيدنا. سلام يا حبيب. ازيك يا دوستك يا سيدنا؟ انا زعلان. انا عارف ان قدستك زعلان مني عشان كده جيت مخصوص اوضح لقدستك الامر. اقعد يا سيدي وقول اللي عندك. الكليه الاكليريكيه يا سيدنا حالتها الماديه بقت صعبه قوي. عندي حوالي 50 طالب وعدد كبير من العرفان والبسطاء الجهله ومش متعلمين. من كام يوم كنت متمشى في حوش الكليه لقيتهم قاعدين بيتغدوا في عز الشمس. ده غير كمان ان هم ما عندهمش مكان يناموا فيه. وللاسف حاله الكليه لا تسمح ان احنا حتى نوفر لهم مكان يعيشوا فيه. قمت رجعت البيت اللي وهبته لك هديه. العفو يا سيدنا انا مش قصدي ارجع هديه قداستك ولا حاجه. بس انا فكرت بالموضوع بشكل تاني. حسيت ان هم اولى بالبيت ده. خصوصا ان هو في مهمشه وجنب الكليه. انا كمان عندي بيت في الدار اكيد مش محتاجه يا سيدنا يعني. أنا عارف يا حبيبي إن عندك بيت في الظهر. لكن أنت بتعمل مجهود كبير أوي في الكنيسة. فحبيت أعبر لك عن فرحة الكنيسة بيك ونكافئك بالبيت ده. أنا عارف يا سيدنا. بس قداستك كمان علمتني إن المكافأة الصح هي اللي هطلع بيها السما. والبيت ده هسيبه على الأرض مش هطلع بيه السما ولا حاجة. مظبوط كده يا سيدنا ولا لسه قداستك زعلان مني؟ أزهى جماله. نشكر الرب يا حبيب. ها ما قلتليش عملت ايه في بيت الحاج احمد اللي انت اشتريته؟ هيده طبعا. نعم هو انت اشتريته عشان تهده؟ هيده واكمل باقي حلمي. هبني كنيسه كبيره على اسم ام النور العذراء مريم. معقول يا حبيب؟ دي محتاجه امكانيات جباره. مهما يكون جبروت الامكانيات يا توفيق واحنا بندفع حاجه من جيوبنا دي العذراء هي اللي بتدفع واحنا بنشتغل من خلالها. يا حبيب تخيل وانت بتحكي انا تخيلت الكنيسه والكليه الاكليريكيه والطلاب داخلين يحضروا محاضرات وشعب الشرابيه والمهمشه داخلين يحضروا القداس وانت واقف بتوعظ. مولى توفيق انت عينك جايبه مستقبل المكان ده. تصدقني انا حاسس ان ده هيبقى قريب قوي جدا. ايوه بس احنا عندنا مشكله. خير؟ المكان الجميل ده بيختفي مع اختفاء الشمس. مش فاهم قصدك يا حبيب. مهمشة والشربية توفيق لازم يركب لها خط النور. لازم زيارة شركة الكهرباء عشان خط النور يركب هنا. الموضوع مش بسهولة قوي دي يا حبيب. ولا بالصعوبة اللي تخلينا ما نتحركش فيه. عندك حق يا حبيب. طب يلا بينا نروح على وزارة الكهرباء.
استنى بس، وانا ما قلتلكش ايه خير. انا رحت عملت زياره شركه الكهرباء من قيمه 3 ايام، قابلت كبير المهندسين، قال لي ان الموضوع صعب جدا ان خط النيل يركب هنا لان تكلفته عاليه. لقيت نفسي اصريت ان هو لازم يجي يزورنا هنا. تقول لي عملت كده ليه؟ اقول لك ما اعرفش، حاجه كده خلتني اقول له ان يجي يزورنا، وفعلا جه زارنا امبارح. وعايز اقول لك انبهر من منظر الكليه الاتلتيكيه. هقولها يا حبيب، صدقني يا ريت كنت موجود. عايز اقول لك كان طاير من الفرحه، واصر ان خط النور هو بنفسه ان لازم يركب هنا. وعايز اقول لك كمان المفاجاه الاكبر، خط النور هيركب وب 9 جنيه بس. الحمد لله. ابوسك يا حبيب، ابوسك يا حبيب. ايه الحلاوه دي؟ دي بركه العذراء هي اللي سندانا. خير خير يا سعيد. جاوب جالك من شركه كهرباء بجد؟ الله الله يكون خير كده. الحمد لله، خط النور هيركب هنا كمان يومين. حبيب حبيب. الحمد لله يا توفيق. كده كده احنا ماشيين في خطه الاصلاح الصح. الحمد لله الحمد لله. استاذ حبيب، يا استاذ حبيب. خير يا فؤاد؟ الحقنا يا استاذ حبيب. خير فيه؟ اتكلم. سيدنا البابا. ماله؟ نيح ابويا. اليوم هو نياحة عمود الإيمان والإصلاح. صديق وأخ وأب الجميع، مثلث الرحمات البابا المعظم الأنبا كيرلس الخامس، 52 سنة وتسعة أشهر ستة أيام. الرجل الوطني الذي شهدت مصر العديد من إنجازاته، والذي سند الجميع
في كل آلام الوطن. لقد عانى حروب كثيرة من أبناء كنيسته قبل الغرباء. يذكر أن سيدنا قام بإنجازات لم يغفل عنها تاريخ الكنيسة. نصلي أن يكون شفيع لنا يرفع كل طلباتنا أمام عرش الملك. كنت بتسمع عظاتي من بعيد يا سيدنا، لكن دلوقتي بقيت في مكان بعيد قوي، لكني واثق إنك لسه سامع كلماتي، لسه سامع كلماتي الممتلئة حب وألم. نصلي جميعا من أجل أن يرشد كنيستنا للراعي الصالح. لسه بدري يا سيدنا، كان قدامي كتير ما خلصتوش، سبتني ليه في وسط الطريق؟ يا حبيبي اللي انت عملته كتير قوي، واللي هتعمله هيكون اكتر واكتر. سيدنا انت رحيلك كسرني، كنت ساند عليك. قوم يا حبيب، معقول؟ ده انت ساند الكنيسة وظهر قوية وعافية. لا يا سيدنا، دعمك وتشجيعك ليا كان هم سر قوتي. السماء كلها بتدعمك يا حبيب، السماء كلها عينها عليك، لأن عينك كانت دايما على السماء. اسمك هيكون نور في تاريخ الكنيسة. أبويا وحشتني قوي يا أبويا. ابن اللي رافع راسي ورافع اسمي للسماء، أنا فخور بيك يا حبيب. كل كلمة وكل حرف علمتهم لسه سامعهم في ودني وحافظهم في قلبي لحد دلوقتي. لكنك دلوقتي معلم كبير في الكنيسة، نورت عقول كتير وفتحت أبواب للخدمة والتعليم. انت عظيم يا حبيب. بس أنا مشتاق أطلع معاكم من السما، مشتاق أطلع معاكم لحبايبي اللي فوق. لسه بدري يا حبيب، قدامك حاجات كتير لازم تعملها. لسه رحلتك طويلة، لسه رحلتك طويلة يا حبيب. أيوة بابا حبيب، بابا حبيب. نادي يا حبيبتي، عامله ايه؟ وحشتيني. انا كويسه يا بابا حبيب. مش نقول الحمد لله ونشكر ربنا؟ حاضر، بس هو في سؤال صغنون قوي. مش هتخلص من لمضتها دي، بنتي وانا عارفها. ماشي يا نجيب، هتروح دلوقتي الجريده تبلغهم اني كتبت المقاله بتاعت خبر نياحه البابا. سيبنا انا بقى يا سيدي مع لمادة بنتك نادية. حاضر حاضر يا ابويا. تعالي بقى يا شقية، اقعدي هنا، اتفضلي احكيلي بقى ايه السؤال الصغنون اللي محيرك ده. انت
انت بتقولي اننا نقول الحمد لله ونشكر ربنا. تمام. طب افرض ان انا عيانه او متضايقه او في مشكله وانت سالتني عامله ايه، برضه هرد عليك واقول لك الحمد لله ونشكر ربنا ولا اقول لك ايه بقى؟ من بقى قالك يا شقيه؟ انا ده سؤال صغنون، ده سؤال مهم جدا، يمكن اهم سؤال اتسالني النهارده. انا عارفه اني ذكيه. مش انت خدتي صلاه في مدارس الاحد اسمها صلاه الشكر؟ اه، المدرس حفظاني واداني هديه كمان. حلو جدا. صلاه الشكر دي مش بنقول نشكرك يا رب على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال، صح ولا غلط؟ صح، بس انا ليه اشكره على الحاجات الوحشه؟ لا يا ناديه حبيبتي، ربنا عمره ما بيجيب لاولاده حاجه وحشه، لكن ساعات ربنا بيبقى عاوز يفكرنا بيه بقرصه ودن صغيره بشويه تعب صغيرين عشان نرجع نرفع ايدينا ليه تاني ونصلي. فهمتي بقى؟ اه فهمت. يا ابويا حبيبي، انت طول اليوم بتوعظ في الكليه وكفايه عليك حزنك على نياحه البابا كيرلس، وجاي كمان توعظ هنا ولمين؟ لناديه؟ يا ابويا انت محتاج ترتاح شويه. قول لي يا نجيب، هو انا لو طلبت منك حاجه هتقولي لا؟ ده انا اخدمك بعناية. ما بالك انت بتعمل معايا كده عشان بتحبني؟ تفتكر ما عملتش كده مع ربنا اللي خلقنا كلنا؟ لا يا نجيب، اوعى تستخسر حاجه في ربنا، لا صحه ولا وقت ولا مجهود. ويلا بقى، انا وحشتني الصلاه معاكم، و ونادية كمان هي اللي هتقود الصلاة. أنا؟ أيوة. يلا اقفي بقى وريني اتعلمت ازاي تصلي في مدارس الأحد. بسم الآب. بسم الآب. والآب. 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 والروح القدس. والروح القدس. إله واحد آمين. إله واحد آمين. بنشكرك خالص يا بابا يسوع. يا رب سيدي يسوع المسيح، بين ايديك بحط نفسي ضعيفة، انت اكتر واحد يا رب عارف قد ايه موت البابا كرولوس كسرني وان هو كان سر قوتي وكان سندني بعدك يا رب. محتاج يا رب منك معونة وقوة لاني ضعيف والوحدي مش هقدر اكمل المشوار، لكن انا واثق في اختيارك وواثق انك مش هتسيبني، لانه ليس لي معين في شدائدي سواك ولإلهنا المجد الدائم الى الابد امين. توفيق يا توفيق. توفيق في ايه يا رخم انت؟ فزعتني يا اخي. مالك يا توفيق حيران كده ليه؟ بتكلم نفسك؟ تفتكر ان هو هيقبل؟ وما يقبلش ليه؟ تفتكر ان هو هيوافق؟ وما يوافقش ليه؟ هو انت ليك راي اساسا؟ وما يكونش ليا راي ليه؟ يا ترى رد حبيب عليهم هيكون ايه؟ وانت عارف ان حبيب لو عارف هيعمل معاهم حاجه؟ وما يعملش ليه؟ استرجل شوية. وأنا برضه اللي استرجل. خير يا فندية، شايف اسمي بيلعب على شفايفكم. الحياة يا حبيب، احنا مش عارفين ده خير ولا شر. خير يا توفيق، انت قلقتني. اسمك يا سيدي نازل في الترشيحات انك تكون بطرك للكنيسة. بطرك للكنيسة؟ انت بتهرج يا سعيد. ايوه حبيب، كل الناس بتحبك. ايوه يا حبيب، محبة الناس هي اللي خليتهم يختاروك تكون بطرك. ايوه بس البطرك لازم يجي من الدير. بقى معقول انا معلم الناس قوانين ومبادئ الكنيسة واجي اكسر كل ده في الاخر؟ لا 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 يا توفيق، الكلام ده مرفوض نهائي. لا، اول مرة نشوفك حازم قوي كده يا حبيب. لازم اكون كده يا توفيق، لازم اكون كده. البطرك لازم يبقى راهب. انا لازم ابلغ الكلام ده بنفسي في اقرب اجتماع للمجلس الملي، وانا هستنى اقرب اجتماع ليه حالا يا توفيق. تتصل بكل اعضاء المجلس الملي وتجمعهم لي النهارده، لازم الامور توضح. انا بقى بطرك قال احنا هنجامل بعض على حساب الكنيسه ولا ايه؟ صباح الخير يا استاذ حبيب.
على خير يا فؤاد. استاذ حبيب اسمح لي ارد على المكتوب في الجريده دي. يا فؤاد ما انت عارف مبدئي، يعني ربنا يسامحه، بس الواد ده افترى عليك قوي. وبعدين ما تنساش انه ده واحد من تلاميذك، واي حاجه هيقولها عنك الناس هتصدقها. ده حتى لما بروح يوعظ دايما بيجيب سيرتك في كلام بطال. معلش، الرب يدافع عنكم وانتم صامتون. طب اسمح لي حتى ابرق بس الكلام الموجود في الجريده دي. ما ينفعش يا فؤاد. نرد عليه بمقاله هيرد علينا بمقاله تانيه، وهنفضل في مسلسل طويل وهيتفرجوا علينا الناس. احسن حاجه ان احنا نتجاهله خالص. جايز التجاهل ده يخليه ما يتكلمش تاني. انا عايز كان عليه عشان فلوسي. ايه ده؟ هو كان عايز علاوه؟ ايوه يا استاذ حبيب، كان بيقول ان مرتبه مش مكفي. يبقى عشان كده قلة المرتبات خليته شهر باسمي. أنا عايز أقابله فؤاد. لا ما ينفعش يا أستاذ حبيب، أقصد إن صحتك لسه تعبانة ومش حمل أعباء نفسية. بعدين الولد ده مستفز قوي وأخاف إنه يعصبك. اسمع الكلام يا فؤاد وخليني أقابله. يا أستاذ حبيب اسمع الكلام. حاضر حاضر يا أستاذ حبيب، عن إذنك. ازيك يا استاذ حبيب؟ اهلا اهلا يا نظير، اتفضل اقعد. حلو، متشكر. ها بقى اقول لك يا نظير ولا اقول لك يا حبيب الصغير؟ حبيب الصغير. ازاي بس؟ عارف يا نظير، انا كل ما ابص في وشك اشوف فيك شبابي. الله، طب ما انت لسه شباب يا استاذ حبيب. فين بقى يا نظير؟ ما خلاص الصحه راحت. قولي بقى، عايز اسمع اخر اشعارك. الطلبة عندنا في كلية الاداب قسم جغرافيا مش بيحبوا المادة بتاعتهم، فطلبوا مني ان انا اكتب لهم شعر، فكتبت قصيدة قلت فيها حاجة غريبة بدخلها بالعافية في مخي ما تدخلش. بنشوف الاطلس امريكا والمانيا وبلاد الدوتش، لا تقول لي بأي فوتوغرافيا وتقول ما تقول ما هصدق شيء. حاجة غريبة بدخلها بالعافية في مخي ما تدخلش. ورياح مبلولة تجيب مية، ورياح جفة ما تمطر شيء، ورياح بتساحل في الساحل تتبع تعريقه وتمشي. أنا عقلي اتلخبط بين دية ودية وبين دية ودية ما فرقش. حاجة غريبة بدخلها بالعافية في مخي ما تدخلش. برافو يا نظير، برافو عليك. ها بقى طمني، اخبار دراستك ايه وابحاثك؟ لا شوف بقى، انا مش جاي يا حبيب افندي عشان اقعد اتكلم وانت تسمعني، انا جاي علشان خاطر اسمع حضرتك. انا ما بصدق اما اقعد معاك. عايز تسمع ايه يا نظير؟ بس انا كنت عاوز ده بعد اذن حضرتك طبعا، ان حضرتك تسمح لي أروح في خدمة الكرة عشان خدمة الوعظ. وبالنسبة لخدمة مدارس الأحد، فإحنا محتاجين نحط لها أفكار جديدة تواكب العصر والتطور، لأن الطوائف الغريبة دلوقتي بقوا بيحطوا أفكار غريبة زيهم، كمان بيعملوا حاجات بيشدوا بيها انتباه الأطفال والعيال الصغيرين، ومش العيال بس، ده الشباب كمان. معك حق يا نظير، معك حق، وده كان هدفي من الأول لما انشأت مدارس الأحد والكلية الإكليريكية اللي طلعت ناس عظيمة زيك كده يا نظير. أنا مش قد الكلام الكبير ده يا حبيب أفندي. أنت أكبر من أي كلام، وصدقني أنت هتكون علامة مضيئة في تاريخ الكنيسة. أنا بشكرك جدا على الكلام الكبير أوي اللي حضرتك بتقوله ده، ودلوقتي هستأذن حضرتك عشان أشوف الخدام زمايلي ونقعد مع بعض ونفكر أفكار جديدة وأبلغ حضرتك بإيه هي آخر المستجدات. تمام يا حبيبي، بعد إذن حضرتك.
مع السلامة. سلام. تمام يا ابني. فضلك يا فؤاد سيبنا لوحدنا. لكن يا استاذ حبيب. فضلك يا فؤاد. حاضر. حاضر يا استاذ حبيب. اقعد يا ابني. تعال اتفضل. أنا سمعت إن كل الأساقفة حرموك من الخدمة، لكن أنا بديك حل بفك كل الحرمانات وترجع لخدمتك تاني أسقف لصنبه، وربنا يسامح كل ضعفات كانت بتحاربك، وبعلن محبتي ليك قدام الجميع. سامحني يا سيدنا أرجوك. أستاذ حبيب، أستاذ حبيب أنا بكلمك، أنت مش سامعني؟ أنا عايزك تسامحني يا ابني. أنا عارف إني مقصر في راتبكم وإنكم بتاخدوا أقل من اللي أنتوا تستحقوه، بس أنا عايزك تعذرني. الميزانية أقوى مني ومش قادر أديك اللي أنت تستحقه. بس حبيب، حضرتك بتعتذر لي أنا؟ رغم كل اللي عملته فيك بتعتذر لي؟ رغم اني شوهت صورتك في الجرايد وطلعت عليك سمعه وحشه برضه جاي تسامحني؟ بس انت لسه ما رديتش عليا، سامحتني ولا لا؟ سامحني. انت ابني وانا ابوك، وهدف اللي مخرجكش بره، وانا عارف انك عملت كده غصب عني عشان انت قلبك ابيض ونص. واوعدك من الشهر الجاي هيكون عندك علاوه كبيره وهزود لك مرتبك كمان. فان جاء عدوك فاطعمه، وان عطش فاسقيه، لانك ان فعلت هذا ودعت جمر من النار على راسه. متشكر يا نظير، متشكر على زيارتك الحلوه دي. يا استاذ حبيب، حضرتك اللي علمتنا ان احنا نزور بعض ونفتكر بعض، وبعدين انا بس ما بصدق الاقي فرصه عشان خاطر اقعد مع حضرتك وبالمره اطبق تعليمك عليك. شاطر يا نظير. ها سمعني بقى اخر نكته. يقول لك مره واحد راهب كان ماشي في الصحراء واخد خلوة روحية، فتعمق شوية في الصحراء، وهو ماشي لقى أسد جاي يجري وراه، فطلع يجري، هو يجري والأسد يجري وراه، آخر ما تعب وقف عشان يصلي ربنا ينقذه من الأسد، فبيبص جنبه لقى الأسد واقف بيصلي، فبيقول للأسد طب أنا بصلي عشان ربنا ينقذني منك، أنت بتصلي ليه؟ قال له أصل أنا اتعودت أصلي قبل الأكل. حلوة حلوة يا نظير. ها بقى في آخر دراساتك سمع إنك عامل إنجازات حلوة في شبرا. ده ببركة تعب ومحبة حضرتك وحصاد تعب حضرتك السنين اللي فاتت يا حبيب فندي. إحنا بنعمة ربنا قدرنا إن إحنا نأسس خدمة مدارس الأحد في جمعية الإيمان بشبرا. كمان الجمعية فيها نجاح هايل جدا، الأهالي بيودوا أولادهم وفيها إقبال كويس قوي قوي، والأهالي مهتمين إن هم يعلموا أولادهم، ده غير إن عدد الخدام كل يوم بيزيد. حلو جدا، برافو عليك يا نظير. طمنتني طمنتني إن حلمي بيتحقق على أيديكم. ده ببركة صلوات حضرتك. أنا كمان عايز أضمك لجنة مدارس الأحد، عايز استفاد من الكوادر الحلوة اللي زيك، ده غير مقالاتك في مجلة الكارما. وأنا ما أقدرش أقول لحضرتك لأ. ماما ما تقدرش تقولي لأ يا نظير، عشان الهدرة هي اللي طلباك. يلا أنا مش هعطلك
عايزك تديني آخر حاجة كتبتها أتسلى فيها، كمان عشان تلحق تجهز حفلة حلوة للدفعة الجديدة. حاضر، أنا هسيب لحضرتك آخر مقالة كتبتها عشان تقراها وتقول لي رأيك فيها إيه، وهبقى أعدي مرة تانية على حضرتك عشان أطمن على صحتك وأبلغك بكل اللي تم. تمام يا حبيبي، مش هوصيك يا نظير، عاوز حفلة كبيرة للدفعة الجديدة. من عيني، اذكرني في صلواتك يا حبيب افندي. صلوات العذراء والقديسين يا حبيبي. مع السلامة يا أحلى حبيب في الدنيا. مع السلامة. سلام. الدواء يا أبويا حبيبي. يا نجيب، أمال نادية مجتش سلمت عليا يعني النهاردة؟ أنا بصراحة مرضتش أخليها تطلع علشان بقت شقية أوي وبتعمل دوشة جامد. إيه اللي بتقوله ده يا نجيب؟ أنت عارف إن أنا بحب الأطفال وخصوصا نادية. اسمع يا نجيب، بكرة الساعة 8 عايزك تجهز الحنطور عشان تاخدهم تفسحهم. خدهم واروح فين؟ انا مش هتحرك من هنا غير وانت معانا، وتيجي بنفسك تفسحهم زي ما انت عودتنا على طول. اسمع الكلام يا نجيب، انا ببقى مبسوط لما بتبقى فرحانين. ربنا يفرح قلوبكم يا حبيبي. برعايتك ليهم يا ابوي. ايه اللي بتعمله ده بقى يا نجيب؟ سامحني يا ابوي، انا مش قادر انسى ابدا اللي انت عملته عشاني. كنت كتير قوي بقف اصلي لربنا واقول له يا رب ما تسيبنيش اضيع في الشوارع، لحد ما انت جيت وقلت لي انا هاخدك تعيش معايا. ساعتها حسيت ان ربنا واخدني في حضنه وبيطبطب عليا. حقيقي انت مش اب بس، انت ملاك ربنا بعتك ليا تسندني انا واولادي. 100 مره اقول لك يا نجيب، لو مش انا هيكون في مليون واحد غيري. بعدين انا قلت لك زمان ان خدتك في حضني عشان شايلك لوقت عوزها، وهي خلاص قربت تنتهي العوزها. انا اخدمك بعناية يا ابويا، ربنا يخليك لي. تعيش يا حبيبي. تقريبا الدكتور جه، هروح افتح له وجهي. صديقي وحبيبي استاذ حبيب، انا ما رضيتش اجيب الشنطه عشان عارف ان انت بتتضايق، لكن ما نسيتش السماعه برضو. اهلا يا دكتور. انا عايزك تسلم عليا. لا يا حبيبي، أنا عايزك تسلم عليك بإيدك اليمين. ممكن؟ حاول على قد ما تقدر. طيب خلينا في المهم، أخبار أكلنا إيه يا عم نجيب؟ أستاذ حبيب بياكل كويس ولا إيه أخباره؟ ما بيرضاش يحط لقمة ببقه غير لما الكنيسة تطلع. معقولة كلامك ده؟ صحته مش هتستحمل الصيام الانقطاعي. معلش يا دكتور، اديني الأدوية اللي انت عايزها بس كله لصيام العذراء، انا مش هدي زعلها. على فكرة بقى، العذراء مش هتزعل منك لانها شايفة وعارفة صحتك عاملة ازاي، وبعدين لازم يكون في اكل عشان خاطر صحتك، والعلاج الطبيعي يجيب نتيجة يا حبيبي. حاضر، أنا هحاول، مع إن ده صعب بس هحاول يا دكتور. مفيش حاجة اسمها هحاول، ده أمر عليك ولازم تنفذه، لازم تاكل عشان صحتك والعلاج الطبيعي. طب أنت بتنرفز ليه بس؟ أنا خايف لأن أقوم السرير وتيجي تقعد هنا مكاني. هو أنا طول أخد مكانك؟ يا أستاذ حبيب، أنت حبيب الكل،
على فكرة كل يوم الكهنة والأساقفة بيتصلوا بي عشان يطمنوا عليك، ولما بقول لهم مفيش فايدة بيقعدوا يزعقوا لي ويتخانقوا معايا. أنت اللي غلطان يا دكتور. أيوه أنت اللي منعت عني الزيارة. استحمل بقى يا سيدي دوشتهم. هو أنت فاكرني مش عارف حاجة ولا إيه؟ أنا عارف إن كل يوم طلاب الإكريركية بيجولك هنا، لأن أنت حولت بيتك لكنيسة، وسريرك ده بقى منبر بتعلم منه ضيوفك. فين ده بس يا دكتور؟ ده خلاص العمر بيخلص. ما تقولش كده يا أبوي. على فكرة بقى أنت زي الفل وأحسن من أول بكتير. بس أنا بقى مشتاق أطلع للسماء، ده بقى المكان اللي هبقى فيه زي الفل بجد. طيب تعال أنا أكشف عليك عشان نطمن على إيه؟ على صحتك. حلو خالص، جميل، ممتاز، تمام. بص يا عم نجيب، هو نفس العلاج هتكرره تاني، بس تقوم الصبح الساعة 8 لازم تجيب الفطار وتفطره كمان، وانت المسؤول قدامي عشان تبقى عارف. حاضر يا دكتور، حاضر. خلاص هقوم بقى عشان عندي كشوفات كتير. ألف سلامة عليك يا أستاذ حبيب. سلامة يا أستاذ حبيب. اتفضل يا دكتور، اتفضل. ايه يا عطرة؟ عايزين يحرموني من صيامي؟ المرض عاوز يوقع بيني وبينك يا غالية. عارفة يا عذرا أنا مش بصلي لك عشان تعملي معايا معجزة وتقوميني تاني، لأ، أنا خلاص العمر كبر والاشتياق للسما كمان كبر، أنا بصلي لك عشان تسندي ولادي تحفظيهم تكوني معاهم يا غالية وتطمني، ما تخافيش هصوم صيامك حتى لو لآخر نفس فيا، وفي عيدك هفكرك إني صمت صيامك لآخر يوم إكراما ليكي يا غالية يا أم الدنيا. السلام لك يا مريم يا تبت عهد النعمة، السلام لك يا مريم يا ثمر لذيذة طعمة، السلام لك يا مريم يا جنة وفردوس، السلام لك يا مريم حملت الغير محسوس، السلام لك يا مريم يا خليلة سليمان، السلام لك يا مريم يا دواء يبرئ التعبان، السلام لك يا مريم يا ذات البتولية، السلام لك يا مريم يا رجاء المسيحية. جايك يا أرشدياكون حبيب جرجس عن عمر يناهز 75 عاما في ليلة عيد السيدة العذراء مريم. الحمد لله طمنتوا قلبي، أنا كمان بوعدكم هكون خادم للكل وآخر الكل، وهدفي هو أنتم.
وأرجوكم من باب الإخوة والصداقة اللي بيننا، لو شفتوني في أي وقت غلط على طول تفوقوني لنفسي. اوعى تسيبون العدو الخير يلعب بيا. أمين يا إخواتي. أمين يا أستاذ حبيب. يعني أعمل حسابك لو اللي في دماغي هعزمك لمدة شهر كامل مهما كان جبروت الإمكانيات. الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. وبعدين احنا هندفع حاجة من جيوبنا، ده ست العذراء هي اللي بتشتغل واحنا بنتحرك من خلالها. وانا عارف انك عملت كده غصب عنك عشان انت قلبك ابيض ونقي. ووعدك من اول الشهر هيكون عندك علاوة كبيرة وهزود لك مرتبك كمان. يا فؤاد يا فؤاد انت عارف مبدأ، يعني ربنا يسامحه والرب يدافع عنكم وانتم صامتون. يا نجيب يا ابني، مش قلتلك اني واخدك في حضني عشان شايلك لوقت عوزة؟ وهي خلاص خلصت العوزة. شوف يا حاج احمد، من ناحية الفلوس اطمن، احنا معانا ربنا بيدبر كل حاجة. لا يا دكتور، بس أنا مشتاق أطلع للسماء، هو ده المكان اللي هبقى فيه كويس. عارف يا نظير، أنا كل ما ببص في وشك بشوف فيك شباب. وصدقني يا نظير، أنت هتكون علامة مضيئة للكنيسة. في ذكرى رحيل أبي ومعلمي وأستاذي الأرشدياكون حبيب قرقس، كتبت تلك الكلمات التي قلت فيها: هذه تقواك إيمان فحب، هذه دنياك أشواك وصلب. أنت من أنت؟ رسول ها هنا، أنت أبهى من رسول، أنت قلب، أنت قلب واسع في حضنه عاش جيل كامل أو عاش حب. وأبا أنت ونحن يا أبي عشنا على صدرك بالحب نحبك. لا كأبناء انكسار، إنما لا كفوق الكل يا قديس رب. يا قوي ليس في طبعه عنف، ووديعا ليس في ذاته ضعف. تم نقل جسد الأرشدياكون حبيب قرقس من مدافن العائلة إلى كنيسة السيدة العذراء مريم مهمشة برعاية الأنبا مارتيروس، كما اعترف رسميا بقداسته في 20 من شهر يونيو عام 2013 على يد قداسة البابا تودروس الثاني. ويعتبر هذا بمثابة أعظم تاج وضع على جبين الكنيسة القبطية فكل أباء الكنيسة وأبنائها منذ بداية القرن العشرين هم أبناء الأرشدياكون حبيب قرقس. بركة صلواته تكون معنا جميعا. أمين.